الله، جلسة سوالف. انا يا اخوان قاعد افكر، انا يا اخوان قاعد افكر. فكرت ولا يفكر لي؟ ايه فكر. ماجد ماجد تخيل. ويش تخيل صدق. شغل تخيلك هذا اللي في مخك. يلا تخيل انك ناقه. حلو. ناقه الناقه وضايع في البر. واللي يلبش تبلش. والله العظيم والله تخيل. انا تخيل صدق. تخيل صدق. انت بتخيل بعد انكم نياق وتقبلنا وتقبلنا في البر ضيع الى ثلاثه. احنا نياق. لا ما لا عيش يا ولد. جينا مشهبه. والله العظيم صح يا ولد. طح انا عايم ببعض انا ونلقانا طلح. شفت ويلقانا طالع منكم من؟ يلقانا اوه عاد انا غبي. انا مكان يلقانا من؟ شوي طالع اخ يلقانا طالع ابراهيم ابو فمي. راح عقوبة يبي عاقبنا والله حتى البرسيم ما يطلع ولا عاد تحكم. والله يدي والله يعطي انه انه قلنا الثلاثة ما لا اقول لك ابراهيم لو يلقانا يعني في الشهرين وجبة رياليتي رياليتي الله يستر عليه ابو فمي. والله نعم على احياء. اسمه صار طراح نياق. مرتين انا طالع من مكه انا وامي خالتي جا صوب وادي دواسر. عديت الطائف مع خط الشريط خليت يمين من الوادي مع طريق اخر. والله ان اخوي قال ميدي امشي في النهار عشان تشوف. المهم انا اجيك مع طريق اللي بين الخرمه ورانيا. ايه وانا اجيك مشرق. والله يا ري امشي يمكن 160 وانا من اللي قابل لان طحني موتر كبست العالي. انا كبس العالي دايم لان النور الواطي نازل. ايه نازل والعالي العالي ايوه انا دايم اكبس العالي. طحني موتر كبس علي عشان افك العالي. انا افك العالي واحطه على الواطي واخليه على الواطي. والله يا ري انا ادري وانا امشي ادري اني شطفت لي شيء بس ما ادري وشو.